طيب معلمين، مرحب بكم، اخباركم ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الشباب بدنا نوريكم طريقه تجمعوا فيها باونتي. يا الهي دي ليجند بدك تنحسد انت شكلك على الباونتي هذا. فشباب بدنا نوريكم طريقه نجيب فيها باونتي، طريقه حلوه جدا، بس لازم يكون معك فاكهه باو، يكون معك شباب حلوين زي اللي معاي. معنا دي ليجند، ومعنا مايكي، ومعنا وين خالد؟ وينك خالد؟ هاي معنا خالد، الباقيين بعرفهم مش، وعماد المفروض يكون معانا بس مش عارف وينه. فاهم معلمين، بدنا ناكل الباو. مش عارف شباب واقفين جنبنا حسهم عارفين احنا بنصور، ما بعرف. فبدنا ناكل شباب باو. الباو انا معاي، جاب لي اياها مايكي، نشوفها. طيب شباب خلينا، بس انا خايف هذول يفهموا اللعب، ولا ما اظنش فيش حد بعرفها اصلا القصه هذه. فاهم معلمين، خلينا شباب نقول بسم الله، خلينا نتغدى. نتغدى باو، يلا معلم. اوكي شباب، قربشنا الباو. ايش هذا؟ ما له قرف. ماشي اوكي خلاص. طيب معلمين، عندنا شباب 100 نقطة يكفوا للفروت، خلينا نحطهم. طيب شباب، اخيرا رضي يحط النقاط. ممتاز، ايوه ممتاز. هذا شباب الحركة اللي بدنا اياها. فالحين بس يدخلوا الشباب تاني، لانه شباب غيرنا السيرفر، مش عارف هي قلتشت، مش عارف ليش الفاكهة. اوكي شباب تهيلي دخلوا. ابعت معلم، ابعت بارتي. طيب شباب، عندنا اول محاولة، وهذه المحاولة مضمونة طبعا، حتكون شباب عند البوس هذا اللي بكون هنا، اللي نسيت اسمه انا. والله في ناس هان، والله في كويس. ايش تضرب يا معلم انت؟ والله في ناس جوا قاعدين بيقاتلوا يا معلمين. طيب اللي حيصير يا شباب، طيب شباب احنا قاعدين مش عارف ايش قاعدين بنعمل. قاعدين بنكتل في الناس اللي هان، او هم الشباب بيكتلوا في الناس وانا قاعد بفنش. اوكي، هذا وود ملناش فيه. انت مين يا انت البوس؟ تعال يا معلم، تعال ما دمشت كاش انا. تعال، ايش بتساوي قاعد يا ريومه؟ تعال ريومه، كويس اني تذكرت اسمك. خد يا معلم، اسكت. تعال، والله قلبت حرب اليوم بشوفه. طيب شباب سيبنا من هذول. اللي حيصير يا شباب، انا بدي اجي في الباو واحط، شايفين المكتبة هذه، واحط فيها باو، وهنا احط ختم زي هيك. حلو، مساكني هذا. طب هذا لو قلنا له هيك انزلق، اذبحوه الكتل. وهذه الخطة يا شباب. وين راح؟ اوكي دراكس، نعم. ايش في يا معلم؟ ايش؟ تقول ليش معانا هذا؟ وين راح؟ انا مش مشغل هكتنب. هو تفنش يا معلم، فنش يا معلم. اوكي شباب، وهي الطريق. ايش 80 باونتي بس؟ فنشهم. ماشي بفنش انا قاعد، بس يا معلمين ما باخذش باونتي. 115 80 هاي الباونتي اللي باخده. بس انا شباب هذه الطريقه، بتحط يا معلم الخدم تبعك هنا، خلينا نحطه ثاني لانه الحين راح. حطه هاني معلم جوا، حاول تحطه جوا عشان يقلتش جوا. وروح يا معلم دور لك على واحد وخلي شبابك يستنوا هنا، واول ما ننتقل هم بيعرفوا شغلهم على المزبوط. شباب خلينا نجرب على هذا، مش عارف هذا سيف زون ولا ايش، بس خلينا نجرب عليه. لا سيف زون يا معلم، مش حينفع بالسيف زون. شباب المشكلة ما بينفعش، لازم يكون برا السيف زون. امسك. انتقلت لحالي. المكتبة وين راحت؟ ايش هذا؟ وين راحت المكتبة؟ هي الحين بينت. ما مسكناهوش للأسف. في وحدان. استنى يا جرافيتي انت، ولا مش ولا بومب. فجر. ايوه تعال، يلا بديك كلمة. تعال يا زلمة استنى شوي، وين رايح؟ استنى بديك في كلمة يا معلم. اوكي شباب زنقناه. معلم ما اشتغل. اوكي خلاص، وين راح؟ اوكي هاي شباب الطريقة. مسكين هذا برضه ما اخذناش منه باونتي يا عمي. طيب شباب احنا مش عارف بنكتل في العالم قاعدين، المشكلة مش لاقيين سيرفر فاضي، بس انا بدي اخلي الختم تبعي هنا. ايوه، هو المشكلة في ريومه هذا اللي دايما مرسمين لنا، زهقنا بصراحة. طيب اسمع شباب، خليني اسحب لي واحد انا. هذا ريومه. شباب لو سحبت واحد بتنطلقوا. هاي هذا صدق قاعد بجري وشارد، فاهم جي كله. تعال بس اقول لك كلمة يا عمي، اصبر انت بتلج تبعتك. هذا هو اللي قتلناه شباب من شوي. تعال بس اقول لك،
قاعد بستنى فيه الاخ برقص ولا ايش بسوي؟ تعال 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 بس اقول لك كلمه بس يا عم اصبر اصبر تعال نشبنا قلت انا قلت انا قلت امسك 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 مشاكل فلت المفروض فلت ايش يا الله هذا مين كمان ماشي هذا مسكين باونتي قليل شو مش عارف ليش ما قلتش ايش المفروض قلتش طب خلينا نحطها جوا اوكي حطيتها جوا هي هي يا شيل التنبؤ هيو شوف هيو 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 وينه هذا هو نقلته اضرب 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 هاي شوف زبطت وينه خلاص خلاص يلا معلم معلش احنا اسفين اسفين يا معلم ايش هذا هذا واحد تاني طلع مش هذا يا معلمين وين اللي سحبناه احنا سحبنا واحد غلط ليش ايش 191 مشكلة شباب الباونتي في السيرفر هذا يعني فيش فيش دي ليجند نسحب دي ليجند وخلاص واللي هذا البون ما فيش غيرهم يعني في واحد هان ايش نصيده يا معلمين وين راح وين راح خلي 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 خلينا نصيده بس وين هو هذا هو ابعد ابعد يا معلمي سيبوه ريومه هذا خايف اسحب ريومه الحين جبته يا معلمين جبته وين راح وين راح قلت ايش برا يمكن وين راح يا الله مش عارف وين راح اختفى توقع طلع طب ما كومبت ما هو كتب لي المفروض يعني خصم او اي حاجه اي واحد 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 يا معلم نقول لك كلمه يلا معلمين معلمين الحق اعطوه اوكي تمام ممتاز هيك وين راح يلا معلم معلش معلش سامحني يا طيب 300 باونتي يا شباب مش عارف انت بدك تنقي لك واحد يكون باونتي عالي مش عارف مش قادرين نجيب واحد باونتي عالي مش عارف ليش هي هي في واحد هان والله في كمان واحد يا معلم سنة 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 خلينا نظبط بس الله يعلمك القطة معلم تيجي على المذبح ولا ايش رايك وين راح هي هي تعال بس بدي تعال بس معال تعال بدي اقول لك كلمة مشكلة كبير مسحبتوش يا الله شوف هذا جاي يموت لحاله مش عارف بيقول لي بارتي ايش رايك نعطيه بارتي تعال اي طلع 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 ليش معلش يا معلم معلش 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 اليوم يوم يوم الباونتي وين راح مش شايف انا بس يلا افنش يا عمي هذول شو المشكله مين في واحد تاني والله شو قاعدين بيظبطولي يعني هذول مساكين كلهم هذا ألف هذا كويس يا شباب هذا أعطانا ألف تهيلي هذا هو ما علينا شباب هذه طريقة شباب بكل بساطة يعني بس تيجي هاني يا معلم في الباو بتحط الختم هياته متخبي هان وبتجيب صاحبك اللي بدك تقتله يعني بتحطه هناك وبتطب فيه نجر وبتجمع باونتي يعني مش عارف قديش كنا باونتي أنا نسيت أشوف الصراحة قديش كنا باونتي وأنا ونسمي راح أنا 17 مش عارف كم كنت في الأول بس ما ظنيت زدت كتير يعني يمكن قتلت ثلاثة بس ألف والباقيين كلهم هيك كسور خلينا بس نشوف لنا شباب آخر واحد نجيبه على المكان تبعنا إيش فيه معلم وبعد هيك مسكني تعال 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 بس مش عارف نقلته غلط ولا هو نقلته يمكن نقلته ما بعرف شباب ضغط على تي أنا نقلته تعال تعال الله انتقل الشباب بس ما قلتش إيش للأسف طيب خلينا شباب نروح على البي في بي هذا الشيء زي ما قلت لكم الطريقه سهل جدا جدا بس عاد انت وحظك ايش يكون الباونتي اللي انت حتجيبه يعني الباونتي تبعه عالي مش عالي طيب معلمين جاهزين مين المايكل اوكي يلا 1 2 3 بسم الله مش عارف شباب ندخل مع بعض ان شاء الله ندخل مع بعض ايوه انا ودي ليجند شباب ومايكي وخالد هم فريق واحنا فريق نشوف اوكي ممتاز هاي فريقنا وهي فريق مايكي وخالد وانا ودي ليجند معلم شباب غيرنا الخطة مش عارف انا المشكلة الشباب شغالين وانا قاعد لسه قاعد بعمل في السيوف جيتكم معلم هي يمسك السفين انضحك علي يا شباب مش راضي يمسك السفين استنى يا معلم معيش حاجة طيب شباب الجيم قلتش مش عارف شوف كيف معي سفين هانا وسفين هانا ما علينا ما علينا يلا يلا معلمين مين معي مين مش معي مش عارف هي احنا شلوننا هم ازرق واحنا اخضر يلا معلم
الحركات كلها نسيتها. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا الضوء. اسكت اسكت اسكت، تعمل ايش حركات هان؟ اكلها. اعطنا زد يا معلمين. دي ليجند وعيقتلوك، بضيع لو قتلوك. نحط على الباو، انا لسه قاعد بضرب على الباو. بقول ما انا مش هاد يضرب در الحركات. والله شباب طبشنا ولا فاهم حاجة. مين هاد؟ خالد؟ ايوه 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 زبط زبط يا معلم زبط. ايوه روح روح على المية روح على المية. تعال تعال. هاي 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 هاي، هذا بنموتش في المية احنا ولا؟ توصل؟ توصل يا معلم. ايش كبس دي ليش عندنا؟ حفنشك يا معلم. زي ما فنشني خد هاد على راسه. وليد وين رحت يا وليد؟ معلم وين رحت؟ طيب شباب شايفين مين اللي فاز؟ انا الوحيد اللي ضيعت على الجزيرة. ايش هذا؟ شو هذا؟ طيب شباب جالنا غدرة بحسب موت واحدة معانا بس طلع أكثر من موتة. امسكوا امسكوا امسكوا. ايوه امسكوا امسكوا امسكوا. احرق 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 احرق. بس خلاص يا معلم. ليه مش هادي يضربك؟ انا حموت شكلي. طيب شباب احنا نايمين هنا بنرتاح شوي قاعدين. ما كنتش عارف انها مرتين. بس احنا اللي فزنا يعني. ما كنتش عارف انه كل واحد له متين. شكله ديجن ظبطه. اوكي مبروك لنا، هارد لك يا مهزومين. فيا شباب كان هذا هو شباب الجليتش، يعني كان الاساس في الحلقه هذه هو الجليتش. ورناك شو كيف الجليتش، جليتش رهيب جدا. بس عاد حظنا اليوم ما كانش في باونتي كثير عالي، هو كم من واحد بس. بس يعني جمعنا شويه باونتي. شايفه كم كان معنا؟ صار معي 17000 يعني تقريبا قريب 18000. فهذا كل شيء يا شباب. فعجبكم المحتوى يا شباب، عجبكم المقطع، يا ريت تسناش من لايك واشتراك معنا في القناه. ومن هنا بطول الحلقه القادمه ان شاء الله براكم على خير. سلام.